تنفيذه يسعد الملايين، مقترح جديد بشأن أسعار التصالح في مخلفات البناء بالمدن. تواصل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات جهودها في تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء، خاصة مع تزايد الإقبال من قبل المواطنين على المراكز التكنولوجية بعد خفض أسعار التصالح ومد مهلة التصالح لأكثر من مرة وتنتهي مع نهاية الشهر الجاري. وتعد مخلفات البناء واحدة من أخطر الملفات التي تتصدى لها الدولة في الوقت الراهن بعد وصول المباني المخالفة إلى 2,800,000 مبنى على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة إلى 396,787 دورا، ووصل عدد الوحدات المخالفة إلى 1,700,000 وحدة. مقترح جديد بشأن أسعار التصالح في مخلفات البناء كشف تفاصيله النائب عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مطالبا الحكومة بضرورة وضع أسعار ثابتة لمتر التصالح في مخلفات البناء في المراكز والمدن، وأشار إلى أنه مقترح مهم يمس جميع المواطنين وبمثابة مطلب جماهيري ينتظره الجميع من أجل التخفيف على المواطنين. واقترح النائب عاطف مخاليف أن تكون أسعار التصالح في مخلفات البناء في المراكز والمدن كالتالي: الشارع الأقل من 10 متر اتساعا بقيمة 50 جنيها للمتر، الشارع الأقل من 20 مترا بقيمة 100 جنيه للمتر، الشارع الأكثر من 20 مترا بقيمة 200 جنيه للمتر. وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن هناك شكاوى من المواطنين تتعلق بتفاوت أسعار التصالح في مخلفات البناء مع أن المنطقة واحدة تقريبا، مؤكدا أن تدخل الحكومة بوضع قيمة ثابتة لسعر التصالح ينهي تلك الأزمة. في سياق متصل طلب النائب المحافظين بمعاملة القرى والعزب بالقاهرة الكبرى كمعاملة بقية القرى والعزب على مستوى محافظات الجمهورية، وتحديد قيمة التصالح فيها 50 جنيها للمتر. يشار إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارا بتحديد سعر التصالح في مخلفات البناء ب 50 جنيها في القرى وتوابعها، وحدد قانون التصالح في مخلفات البناء سعر المتر ب 50 جنيها حد أدنى و 200 جنيه كحد أقصى. وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات تمثلت في تخفيض قيمة التصالح للمتر في الريف إلى 50 جنيها فقط، وتخفيض أسعار التصالح بالأحياء كافة من 25% حتى 50%، وخصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفورية. كما قامت بعض المحافظات بتعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخلفات البناء لتصبح 40% بدلا من 25%. إمكانية تقديم طلب التصالح دون استكمال الأوراق، ومهلة شهرين للمواطنين لاستكمال كافة الأوراق، بالإضافة إلى إتاحة نموذج ثلاثة والذي يمنع إزالة أي وحدة يتسلم صاحبها هذا النموذج، وهو عبارة عن ورقة يحصل عليها المواطن الذي يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء، تتضمن بيانات المواطن وعنوان وبيانات العقار محل طلب التصالح بما في ذلك المساحة المطلوب التصالح عنها، وتم التوجيه بأن يتم تسليمه حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التي ترفق مع الطلب.